الملعب التونسي مستقبل جسرين في لقاء البحث على أول النقاط في الموسم الحالي بعد انقياد كلا الفريقين للهزيمة في الجولة الافتتاحية، والإطار الفني للملعب التونسي ممنوع من بنك الاحتياط. إذن لقاء فيه برشا حسابات. من جهتين أيضا تخوف من هزيمة ثانية على التوالي. النتيجة حذر كبير، اندفاع بدني أكبر ومن الجانبين. فرص تهديف تعد على الأصابع على امتداد 45 دقيقة أولى. كانت فيها الفرصة الأبرز للملعب التونسي وضاعت على ملك الأندلسي بعد تدخل في الوقت المناسب من حارس مرمى مستقبل قصرين صديق الشابي. في شوط أول لعب فيه الفريق الضيف بذكاء كبير وقف كما يلزم دفاعيا، ضغط على حمل الكرة في وسط الميدان، عول على هجمات المعاكسة بوسط أرونا. شوط أول ينتهي على تعادل سلبي في سلبية الطريقة اللي توخاها الفرق الاثنين. في النصف الثاني من اللقاء الملعب التونسي بأكثر إصرار على الوصول إلى شباك منافسه. شرف الدين الكشتي يراوغ يتقدم يسدد فوق المرمى. مارسيل كواسي يتلقى كرة يراوغ يسدد، الحارس صديق الشابي بامتياز كبير يمنع الهدف في أبرز محاولة الفريق باردو. كل ممرن يلعب أوراقه بحثا على إيجاد الحلول. أبناء مستقبل قصرين يلعبوا السهل الممتنع ودون تعقيد رغم غياب اللمسة الأخيرة. والحارس صديق الشابي أعطاه ثقة كبيرة لأصحابه وتصدياته. مقابل هذا الحظ ما كانش إلى جانب هجوم فريق بارتو، تحديدا على مارسيل كواسي كورتو تخطأ المرمى. أيضا على علاء الدين المرزوقي في أبرز محاولة في المقابلة والعارضة تحرمه من توقيع هدف مميز. طالب بعدها الملعب التونسي بضرب جزاء في العملية هذه. أيضا مستقبل قصرين بعد كرة من وجدي المجد. الحكم عامر شوشان اللي قدم مقابلة دون أخطاء لم يستجب لا لهذا ولا لذاك، لينتهي اللقاء على نتيجة. وإن ترضي أبناء القصرين فإنها قد تطرح أكثر من سؤال على هجوم فريق بارتو، بما أنه وللمرة الأولى في العشر سنوات الأخيرة لا يسجل هدف خلال الزوز جولات الأولى من البطولة. هذه مشكله قدام تجي بالخدمه. هذوما الجوار اللي عندنا اليوم قدموا معناها بمباراه محترمه سيرتو لي بلون، معناها اليوم شفنا الفرص اللي جات الملعب التونسي لكن نقصتنا الكره الاخرى تحت الفيلي. بصات نزات تبقى منافس كبير قلقنا برشا اليوم، لكن بالنسبه لنا احنا ديما البليز امبورطون ما نخسروش، معناتها ان بوين بون جينا لا ترو بوين ما جاتش، لكن الحمد لله ان بوين فليكسير ديما بالنسبه لنا احنا تعتبر نتيجه ايجابيه. الملعب التونسي مستقبل قصرين تعادل من غير اهداف. يوسف الزوي لسعد الدريدي كانه كان قانع بنتيجه التعادل ونقطه تكفيه، حسينا ما فماش اصرار كبير في اللعب. لا لا بالعكس، لسعد الدريدي كان بطبيعه الحال بالتغييرات اللي عملهم بعد المقابله الاولى كان يطمح باش يلعب للانتصار، وحتى طريقه اللعب نتاعو كان متجه للانتصار والتغييرات نتاعو متجهه للانتصار، لكن المنافس قصرين كانت واقفه ولعبت اكثر لدفاع المنطقه وما حطتش حتى مره روحها في وضع مش متوازن، والفريق حتى الملعب التونسي ما خلطش باش يعمل تكثيف العدد او يخلق ديزيكيليبر في الديفونس نتاع الكيب ادفيرس اللي هي خلات الماتش يكمل 0-0 0-0. حتى الثنيات اللي صارت ما بين هذا وهذا كانوا متعادلين، معناها رغم انه هي تعادل 0-0 لكن فما برشا لقطات فنيه وعندك ما تقول في 3D. خلينا نتبعوا تصور سيوس 3D تفضل تشوفوا 3D، نشوفوا الكره من الاولانيه معناها كيفاش تخرج من التالي ما لقاش الحل، الفريق كله متحضر واقف اب يعطي الكره والمنافس واقف ينتظر في الكره. انا اللي قلت انا ما فماش لو ديزيكيليبر نتاع الادفيرسير باش يخلي الهجوم نتاع الملعب التونسي قادر باش يسجل. الكره اللي طلعت من الدفاع طلعت كره طويله والمنافس واقف، هذه اللي شفناها اكثر من مره. هذه شفناها اكثر من مره الحركه هذه اكثر من مره. الحركه الثانيه كيف الغديكه نفس اللي هو عند الهيشي استعمل كره طويله والمنافس والدفاع نتاع المنافس واقف معناها بالكره نتاعو ما عمل حتى شيء، وهذا ما يؤكد اللي كونه التفوق اللي عمله الميداني الملعب التونسي ما كانتش فيه ايجابيه ومترجم على مستوى الفرص من غير نجاعه بالطبع. في الشوط الثاني كيف
الشوط الثاني نشوفوا هنا كان نوقفوا شويه، نشوفوا هنا الوضع نتاع المهاجمين نتاع الملعب التونسي. الكل يغزروا، معناها يغزروا ظهرهم للمرمى. معناها ما همش ظهرهم باش يسجل، بالعكس. معناها التفكير نتاع الدفاع المنافس ديما متحضر واقف، والملعب التونسي الكل ما يلقاش الامكانيه باش يسجل حتى ولا هدف، ولا باش يخلق حق تفوق عددي، والمقابله الكل تعدات بالاسلوب هذايا. وهذا في الاخير في المقابله خرجت 0-0، لان لهذا القام بهجومات معناها اللي هي تستحق اللي باش يسجل، ولا هذا كيف كيف. ومع العلم ان الملعب التونسي خذا اكثر امكانيه امتلاك الكره في وقت معين، وخاصه في محسوب 70 دقيقه اللعب كان عند الملعب التونسي. وهنا تشوفوا حتى الاحصائيات ديما الملعب التونسي هو متفوق على 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 على, على قسرين. وفي الاخير النتيجه ما كانتش ايجابيه بالنسبه للملعب التونسي، لان ما فماش نجاعه، والنجاعه مفقوده مناش، ما فماش فرص اللي ممكن تترجم الاهداف. ترجم الاهداف في ان واحد اللي المنافس معناها كان واقف واعطى اكثر العمق الدفاعي لنفسه، معناها ديما اعطى العمق الدفاعي، والملعب التونسي ما لعبش اكثر بالعمق الهجومي اللي باش يخلق فيهم اهداف. باهي سليم الجديد الموفيولا. لقطتين عندنا في المقابله هذه، زوز مطالبه بضربات جزاء، شوفوهم. الاولى شوفوا لاعب الملعب التونسي يهز الكره ويمشي. عندنا فيها دو فاز. الفاز الاولى تنشوفوها كيفاش لاعب تاع الملعب التونسي يلعب الكره بيده، وشوف كيفاش هنا تطلع يدزها بيده يركحها. هذه الفاز الاولى كان على الحكم معناتها يعني على لمس يد. هذه الاولى يعدي الاولى، من بعد كي شوت الواحد نشوفوا لنا تضرب في ظهره ومش في يده. عاودناها برشا مرات والكره تضرب في ظهره، ولا وجود لضربه جزاء، لا وجود للمس يد. وبالتالي اللقطه الثانيه لنا نشوفوا كيفاش هجوم ياخذ الكرة يحاول يهزها بالهيشري. الهيشري في مرحلة أولى يده محلولة، شوف كيفاش في مرحلة أولى يده محلولة، ومن بعد وقت اللي تقرب له الكرة يسكر يده. وحسب الصورة أنا لهنا اللي عندي الكرة ما تضرب في بدنه، ما تضربش في يده، ولا وجود للمس يد، ولا وجود لضرب جزاء. واضح. هذا شعلنا في المفيولات. واضح.